بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. النهاردة موضوع حلقتنا الحقيقة من الموضوعات المهمة، هنتكلم عن آفة خطيرة الحقيقة بتضر جميع المحاصيل. طبعا حضراتكم عارفين أما بنقول كلمة آفة معناها أن احنا بنقصد إما مرض أو حشرة أو حشيشة. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن الحشائش والأضرار التي تسببها على جميع المحاصيل، لأن طبعا للأسف الشديد أضرارها عالية جدا. يمكن زي ما عرفت من ضيفي العزيز قبل الهوى أن هي أضرارها تعادل أضرار الأمراض والحشرات، وفي بعض المحاصيل تسبب خسائر بنسبة 70%. هنتعرف بالتفصيل عن هذا الموضوع مع ضيفي اللي أنا سعيد أنه بيشرفني في هذه الحلقة، الزميل العزيز الأستاذ الدكتور فوزي سيد عبد السميع، أستاذ الحشائش بجامعة الفيوم. برحب بحضرتك يا دكتور فوزي. أهلا بك دكتور. أنا سعيد نحضرك معايا. تعيش. وبشكر سيادتك في البداية على تحملك مشقة السفر من الفيوم لغاية هنا. سيادتك أخ عزيز ونتحمل كتير عشان حضرتك. ربنا يعزك يعني. ربنا يعزك. أنا في البداية قلت طبعا أنه الحشائش من الآفات الخطيرة التي تسبب أضرار كبيرة جدا على المحاصيل، ويمكن حضرتك ذكرت لي قبل الهوى كمان أنه أضرارها لا تقتصر على المحاصيل فقط، ولكن لها أضرار أخرى يعني غير المحاصيل المصاحبة لها. خلينا نعرف أهالينا المزارعين والمشاهدين الحشيشة تعرفها عبارة عن إيه؟ فضل. الحشيشة في أبسط تعريف لها أن هي نبات بينمو تلقائيا، يعني المزارع ما بيزرعوش، هو بيزرع محصول اهتم بيه وجهز الارض وحط التقاوي وروى، هيطلع معاه نبات الحشيشه ده تلقائي. يعني نبات ينمو بريا حيثما لا يكون مرغوب تواجده في هذه المنطقه. يعني هو حاجه مكروهه او مش مرغوبه، بس بيفرض نفسه على المنطقة اللي هو هينمو فيها. الحشائش يعني أعدادها أضعاف أضعاف عدد النباتات الاقتصادية أو المحاصيل والخضر والفاكهة مجتمع. يعني إحنا النباتات الراقية أو النباتات الاقتصادية لا تتعدى 300 نبات، الحشائش حوالي 2500 نوع نباتي. الحشائش حيث أنها بتنمو تلقائيا أو بريا في مناطق غير مرغوب تواجدها فيها وتسبب مشاكل للأرض اللي هي نمت فيها وللبيئة الكلية ولخسائر في النبات المصاحبة ليه وللإنسان. يعني مشاكلها حيثما تنمو مشاكل خطيرة جدا. وإحنا قلنا يعني مش لازم مشاكل الحشائش نختصرها على مصاحبتها لمحاصيل الحقل او محاصيل الخضر او محاصيل الفاكهه، لا ده بل تتعدى هذا حيثما تنمو فهي مشكله. حتى لو نمت في اماكن مهجوره فهي مشكله، لانها يعني يتخذ منها المجرمين اماكن لاختفاء سرقتهم وتنفيذ جريمتهم. الحيوانات المفترسه ممكن ان تختبئ في هذه الأماكن المهجورة. الحشائش لو نمت حتى ممكن تبقى إيواء للثعابين كثير، يعني مشاكلها كثير جدا بخلاف نموها مع محصول الحقل. نموها حتى في المجاري المائية زي ورد النيل مشاكل خطيرة جدا، حيث أنها بتسبب إعاقة الملاحة النهرية وتسبب فقد لكميات قد تصل إلى 2 مليار متر مكعب، وإحنا نقطة المية أصبح طبعاً لها أهمية. طبعاً يعني طبعاً فبالتالي تواجدها في أي مكان لو على مستوى النهر فهي مشكلة. لإعاقة الملاحة النهرية والسياحة وفقد جزء كبير من المية، حتى لو في الترع الصغيرة أو القنوات الحقلية فهي بتعيق السريان الفعلي للمية علشان توصل للحقل، وممكن أنها تنساب على جانبي القناة الصغيرة دي ويبقى أنا برضو خسرت كمية من المية. فهي مشكلة المشاكل تواجدها في أي مكان كان. يعني أقدر أقول باختصار يا دكتور فوزي لا توجد حشائش نافعة؟ لا توجد حشائش نافعة. أيوة. لأن احنا قلنا أن أنا عندي 2500 نوع نباتي بري متواجد في الصحراء، متواجد في المستنقعات المائية، متواجد في الأراضي
الحقلية العادية يعني. فيعني احنا كثير من الأدوية بتستخرج من النباتات البرية. النباتات البرية كثير من الأدوية تستخرج من النباتات البرية. وبعض مستخلصات هذه النباتات اللي هي النباتات البرية تستخدم في مكافحة بعض الحشرات. الحشائش يعني فيها الكثير منها. يعني احنا لو هنبدأ نشوف أول مشكلة بتسببها عشان تتواجد مع أو تتداخل مع نباتات المحصول اللي هي حتة التنافس على عناصر البيئة. هي تنافس النبات اللي هتتواجد معاها على الضوء، على الرطوبة، على العناصر الغذائية، على المكان سواء التربة أو الفراغ الهوائي. عجبني قوي تعبير حضرتك إن هي بتنافس المحصول أو النبات الرئيسي في عناصر البيئة. أيوة. مش في الغذاء فقط. لا يعني دايما احنا بنسمع يقولك دي بتنافس النبات الرئيسي في غذائه، لا الدكتور فوزي بيقول في كل عناصر البيئة. تمام تمام. يبقى هنا العناصر البيئة لما تتواجد الحشائش العناصر غير كافية لأنها تمد النبات المحصول ونبات الحشيشة. طيب اللي عنده قدرة أكثر على إن هو يستحوذ على هذه العناصر أسرع وبكفاءة أعلى الحشيشة. لأني غالبا غالبا أوه. لا غالبا أوه. لأن هي هنقول تعبير كده ياخد باله منه المزارع قوي، رغم الاهتمام المستمر والمكافحة المستمرة من المزارع للحشيشة إلا أن الحشيشة بتثبت نفسها وما زالت موجودة وتستمر. إيه اللي خلاها تستمر؟ لأن مكمح الجذر متعمق عن المحصول. الانبثاق أو الإنبات هي أسرع على ما النبات يدور وينبت، تكون الحشيشة طلعت وخدت وقتها بدري. حب البقاء يا فندم. الحاجة التانية المجموع الجذري ده هيخليها تسحب المحلول الأرضي اللي هو عبارة عن مية وعناصر غذائية بكمية أكفأ أو أكبر من المحصول، وبناء عليه المحصول بيضعف والحشيشة بتقوى. الفرصة التانية إن الحشيشة بتنتج أعداد بذور قد يصل في النبات الواحد من الحشيشة إلى مليون بذرة. مليون بذرة للنبات الواحد. لو أنا شفت مثلا نبات زي الفول ممكن يديني 30-40 بذرة. فالمليون ده على أساس إن هو بيسقط تاني ينفرط في الأرض وبيعمل حاجة اسمها السيد بنك أو بنك البذور الموجود. لما يجي الميعاد المناسب لنموه هينبت. لو ما حصلش انها زرعت الارض في موجود في التربه باعداد هائله، وبيتميز ايضا بان هو جزء منه بيسكن لما يتاح ليه، يعني لما تكون الظروف البيئيه مناسبه ليه. وشفنا ان بعض الابحاث بتقول ان الهلوك يستمر البذره بتاعته حيه في التربه لستين سنه. ستين سنة. وبناء عليه ان انا الارض الموبوءه بالهلوك ملهاش حل غير ان انا مزرعهاش فول، فبتحرمني من زراعه محاصيل معينه. ما هو ده اللي حصل يا فندم. يعني السبب الرئيسي لتدهور زراعه الفول في مصر حشيشه الهلوك. نعم فعلا. يعني بسبب هذه الحشيشه مزارعي الفول خلاص ما بقوش يزرعوا هذا المحصول. فعلا هو فيه يعني يمكن من سنتين كده كنت ناقشت رساله ماجستير في قسم المحاصيل في زراعه عين شمس. هو ايه اللي بيخلي بذور الهلوك تنبت مع الفول بالذات؟ لان هو العائل بتاع الهلوك بيفرز مواد منبهه بيقول للهلوك الفول جنبك. فتبدا بذره الهلوك ترسل ممص طوله 3 ملي. اذا ما كانش الجذر قريب من الثلاثة ملاصق ليها خلاص هي بتنتحر. فالرسالة دي كانت بتحاكي هذه الإفرازات اللي هو يفرزها الفول ونرشها قبل زراعة الفول، فكل بذور الهلوك الموجودة هتنبت يبقى انتحرت وازرع الفول. ففعلا تنبت من غير الفول من غير المحصول ما يكون موجود بالضبط. وبناء عليها أبدأ أزرع الفول، خففت عدد بذور الهلوك اللي هي كان قللت من السيد بنك بتاع تمام. رساله فعلا قيمه. دي رساله قيمه جدا. دي ممكن جدا. يا جماعه ما هي دي بقى، يعني معلش انا مضطر اتكلم مش هقدر اسكت. ما هي دي مشكلتنا في مصر. كم من الرسائل البحثيه الموجوده في المكتبات وكم من الابحاث العلميه الموجوده في المكتبات وقيمه جدا وتحل الكثير من مشاكلنا، ولكن للاسف لا يلتفت اليه. انا بتكلم بمنتهى الامانه. فعلا حل جميع المشاكل في البحث العلمي
دكتور فوزي وبالصدفة بيقول في رسالة ورسالة ماجستير حلت مشكلة الهلوك. أين هذه الرسالة؟ ليه ما نشوفش الرسالة دي قالت إيه وطبقت إيه؟ لأن إحنا عندنا مشكلة حقيقية في زراعة الفول في مصر بسبب حشيشة الهلوك. تفضل يا فندم. يبقى إذن أنا عندي الجزئية اللي هي بتاع الإفرازات بتاع نباتات الحشائش. بعض الحشائش بتفرز مواد هي عايزة تسمم المكان ده بحيث أن هي يعني مش تصاحب المحصول، لا دي تتواجد لوحدها مش عايزة المحصول معاه. يعني هي حتة التنافس أن الاثنين موجودين في مكان واحد والعناصر اللي موجودة الاثنين هيتنافسوا عليه، ده التنافس الكومبيتيشن ده. لكن الأليلوباسي إفرازات كيميائية تفرزها نباتات الحشائش لتتواجد منفرد في هذا على العائل النباتي خالص نهائيا. مفيش حاجه هتطلع مع نبات الحشيشه في هذه المنطقه. فطبعا الدراسات اللي تمت على الافرازات الأليلوباسية سواء للنجيل او السعد او الحلف او ما الى ذلك، سواء كان من المجموع الجذري او من المجموع الخضري، تم برضو كتير. هناك بعض النباتات ممكن أن يكون لها إفرازات أليلوباسية زي جذور السرجم وما إلى ذلك، لكن عدد البحوث اللي تمت على الحشائش أكتر من البحوث اللي هي تمت على المحاصيل الاقتصادية. حضرتك ذكرت مجموعة من الحشائش، قلت النجيل والسعد والحلفة، ويمكن دي من أخطر أنواع الحشائش على مستوى العالم. يمكن ما أعرفش حضرتك صحح لي المعلومة دي، يمكن في أخطر 10 حشائش، يمكن في القمة نبات السعد. نعم. وإيه خطورة هذه الحشيشة؟ نعم، يعني سيادتك بتذكر هذا النبات فعلا وخطورته. هو في عندي معلومة أن يعني في أخطر 18 حشيشة في العالم، منهم 14 حشيشة نباتات C4. النباتات اللي هي رباعية الكربون اللي هي بتبقى كفائتها التمثيلية عالية أو كفائتها الإنتاجية عالية، فلما نيجي نقارنها بالمحاصيل اللي كفائتها الانتاجيه عاليه، انا ما عنديش غير حوالي 3-4 محاصيل، اللي هي الذره الشاميه، قصب السكر، السرجم، علف الفيل. لكن الحشائش 14 حشيشه كفائتها على التحويل عاليه جدا. لما نيجي للسعد، ان هو بيتكاثر باكثر من طريقه، الابصال، الدرنات، البذور، حاجات كتير قوي. فلما بنشوف السعد بيبقى عندي نبات واحد وعمل شبكة تحت كده ريزومات، وكل هذه الريزومات موجود فيها الدرنات أسفل سطح التربة تبدأ تنمو. لا، هي طالما النبات موجود في حاجة اسمها السيادة القمية مانع هذه الدرنات من الإنبات. طيب بيجي المزارع شاف نبات السعد هيعمل إيه؟ هيعمل عزيق، وهو بيعزق قطع النبات زال السيادة القمية. وراح مقطع هذه الريزومات، أصبح كل درنة لوحدها أوزعها بالظبط، عمل انتشار. أنا شلت نبات طلع لي كم نبات؟ 100 نبات. أدي خطورة هذا. دي معلومة مهمة، خطورة يعني علينا المزارعين ياخدوا بالهم منها. بالظبط بالظبط. فده الحشائش اللي هي الخطيرة، زي مثلا النجيل. النجيل برضو عنده نبات نجيلي معمر، عنده ريزومات مدفونة أسفل سطح التربة بيخزن فيها الغذاء. لو أنا جيت حشيته أو عزقته من فوق سطح التربة، كلام ده مش مقاومة. الغذاء اللي موجود عنده هيطلع براعم جديدة. برضو لو أنا شلت نبات أو اتنين، هيطلع لي مئات النباتات اللي هي خد غذائها من المخزون الغذائي اللي هو موجود في الريزومات. فهو احنا بنقول لو انا عايز اقضي على حشيشه زي دي، اللي هو تكرار العزيق المستمر، ان انا بعمل فيه عمليه التجويع واعزق واروي اجوع بالظبط. حتى في الحشائش المعمره اللي زي دي، لما اجي ارش مبيدات لازم ان انا ارش على النباتات في مرحله غضه عشان يبقى عمليه الانتقال بالظبط سريع بالظبط، هيؤثر وبعدين يطلع مره تانية ارش تاني. يعني لا رشه واحده ولا عزقه واحده بتقضي على مثل هذا الحشائش المعمره. بس ده دكتور فوزي ما بيحصلش. يمكن احنا عارفين ان المزارع دلوقتي يا دكتور فوزي يعني بيزرع المحصول ولسه المحصول السابق موجود في الارض، ما فيش فرصه للاسف، ما فيش خدمه جيده للارض. هو يعني ودي تعتبر نقطة خطيرة جدا في استمرار وجود الحشائش وكميات والمعمرة والخطيرة بالزبط. يعني احنا كان عملية الحشائش المعمرة يعني ليس الحرث هو الوسيلة، لأنه الحرث
حرت لي الريزومات المدفونة أسفل سطح التربة ونقلها وزعها في الأرض. يعني يعمل نتيجة عكسية. يعني هي كانت في بؤرة. إذا ما كانتش تتنقى الحشائش اللي هي طلعت مع المحراس ينقيها المزارع ويحرقها خارج الحقل. لكن لو هي توزعت من خلال المحرات الحفار في الأرض والمزارع هنا ما بيديش فرصة، كان زمان يعني بيقعد يخدم في الأرض 15-20 يوم بيدي فرصة الشمس تنشف هذه البراعم. لا ده دلوقتي ده بيحرت وتاني يوم هيروي ويزرع. البرعم مازال لسه فيه العناصر الغذائية بتاعته وغض وينبت. فبالتالي إذا لم يتم عملية التنفية أو تنقية هذه الحشائش اللي هي تم قطعها عن طريق المحرات الحفار وجمعها خارج الحقل وحرقها، لا الحشائش هتستمر مرة تانية. طيب يعني قبل ما ندخل على حشائش المحاصيل الصيفية، لأن طبعا إحنا دلوقتي في موسم المحاصيل الصيفية زي القطن زي الذرة، هل هناك حشائش خاصة بمثلا المناطق الصحراوية أو الأرض القديمة الأرض الجديدة؟ يعني في تقسيم بالنوع ده؟ نعم. يعني حشيشة معينة أنا مش هشوفها غير في الأراضي الجديدة. نعم. حشيشة أخرى أنا مش هشوفها غير في الدلتا أو في الأراضي الجديدة. بالضبط. يعني هو احنا في حاجة بنسميها كواشف الزراعة. يعني لو تواجد الحشيشة الفلانية يبقى الأرض دي فيها ملوحة، الحشيشة التانية يبقى الأرض دي أرض صحراوية أو أرض جافة. يعني مثلا المناطق الجافة لا ينجح فيها أو لا ينمو فيها إلا حشائش تحورت ان هي بقى اقل كميه ميه تعيش. يبقى عنده المسطح الخضري بتاعها قليل. يعني زي العقول الورقه بتاعته تحولت الى ورقه ابريه. ما فيش ورقه تعمل عمليه نتح، ما فيش نتح خالص، ما تفقدش عمليه ميه. هو الجذر بتاعه متعمق بيمتص وما يفقدش. لكن لو زي اي نبات تاني عنده الورق مسطح والصغور عماله تنتح ميه تفقد كميه، لا مش هيمشي في الارض الصحراويه، هيموت على طول. فبالتالي في الشوك الرملي او النجيل يعني البكار، كل دي حشائش الاراضي الرمليه. الاراضي الملحيه في الخريزه او الترطير بتدل على ان الاراضي دي فيها ملوحه، وحتى لو احنا قطعنا النبات كده بينزف يعني سائل ملحي. بعض النباتات في يعني مثلا لو انا بستصلح اراضي في الساحل الشمالي، هذه الاراضي كان الساحل الشمالي موجود فيه نباتات بريه، كان بيتم كنا بنسميها المراعي الطبيعية الموجودة في الساحل الشمالي بطول 550 كيلو من اسكندرية لغاية السلوم. الحياة الاقتصادية اللي موجودة على هذه الأرض هي حياة رعوية بالنسبة للعرب الموجودين هناك. فالنباتات اللي هي كانت قايمة هو ما بيعملش أي رعاية أو عناية، ده هو بيرعى كده أوتوماتيك. وهذه النباتات بالحشائش بقى بتصل لمرحلة النضج وتنزل البذرة بتاعتها في التربة وتستمر نموها مرة تانية، ففيه منها الصالح والطالح. تمام. يعني طيب اسمح لي ناخد بعض المداخلات. معانا محمود من قنا. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ أهلا بيك، منور الشاشة سيادتك. يا ربنا يحفظك يا فندم. سيادتك عندنا في الصعيد محصول القمح في الأرض الصحراوية في حشيشة بتخضر فيه، أول ما نجي نسقوه في شهر 11 بتخضر الحشيشة، إحنا بنقولوا عليها مش عارف اسمها العلمي، بس بنقولوا عليها النفل. النفل ده سيادتك ممكن الفدان أديله جميع العناصر والملح والسوبر ما يجيبش غير 5 شوايل بسبب الحشيشة دي، والمبيد بتاعها اسمه تركسوس عم رشوه، ونجيبه العلبة ب 140 جنيه أحطه في البرميل 3 علب أو 4 وما تموتهوش، يكمش ويروح مخضر ثاني. هو الحشيش ده هو اللي داعكنا دحك. الله، يعني حضرتك بتتكلم على حشيشه اخرى غير الزمر؟ لا ده غير الزمر، ساهل الزمر بيقوم في القمح. دي منتشره عندكم؟ منتشره جدا، والمجموع الجذري بتاعها رهيب. يعني في ثواني يتغلب على القمح، وزي ما قالوا اسمها النفل. الحشيشه تجيب مليون نبذ. اسمها ايه؟ احنا بنقولوا عليها، انا ما اعرفش اسم العلمي، بتقول عليها الناس عامه هنا اسمها النفل، بس هي مخضره شبه النفل. طيب بص يا حاج محمود، طبعا انا هشوف يعني تعليق استاذنا الدكتور فوزي على النقطه دي، لكن لو حضرتك تقدر تصورها وتبعت لنا صوره، وخد رقمي حتى من الكنترول وابعت لي صوره على الواتس.
بس دلوقتي المحصول انتهى. ما هو المحصول انتهى، ما انا عارف ان مفيش قمح دلوقتي. لو انت صادفت ولقيتها او على محصول تاني، بس هي طبعا اكيد من الحشائش الخاصه بالمحاصيل الشتويه يعني. ايوه بتخفف القمح. طيب عموما يعني هشوف رد الدكتور فوزي على النقطه دي. وسيادتك هي الحشيشه دي لو خدت الغله بتاعتها، ما احنا محتاجين نشوفها ونعرفها علشان. طيب ماشي. طيب بشكرك، بشكرك حاج محمود. معانا منير من البحيره. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اتفضل. انا عندنا دوره، الدوره فيها حشيش كتير. فيها حشيش ايه بقى؟ فيها شبيط، فيها ضفره. فيها ايه؟ علي صوتك شويه بس بعد اذنك، علي صوتك شويه. ايوه يا دكتور. انواع الحشايش ايه اللي موجوده في الذره؟ شبيط، شبيط وضفره. حشائش الضفرة اللي هي بركبة، والضفرة اللي بتنام في العرض دي. يا عمر الدورة كام يوم دلوقتي؟ الدورة عمره قد ايه دلوقتي؟ انت زارع امتى؟ الدورة يعني عمره حوالي 25 يوم كده. طيب احنا هنتكلم على الحشائش المصاحبة لمحصول الذرة بالتفصيل، يعني تابعني ان شاء الله حتى نهاية الحلقة. بشكرك جدا يا منير. ما اعرفش تعليق حضرتك على الاخ محمود من هنا. هل في حشيشه اسمها النفلة؟ في حشيشه. هل احنا ممكن يبقى عندنا مشكله انه بعض او اسماء الحشائش بتختلف من محافظه لمحافظه؟ لا لا لا، هو داخل مصر الاسم المحلي كله معروف، يعني النفل موجود. هو في مشكله يعني عايز اوجه نظر المزارع ليها، ان هو يعني من البدايه ممكن اتغلب على ظهور الحشيشه بتاعتي في المحصول. انا حته ان هو يزرع قمح مكان قمح، لو كان عنده نسبه الحشيشه يعني 10%، لو زرع برضه نفس المزارع دلوقتي بالقمح اكسب بالنسبه له، فبيعيد تكرار زراعه القمح تاني. ما هو مفيش دوره زراعيه، فبيزيد. ما فيش دوره. الحاجه الثانيه يعني انا عندي لو ارض بكر لم يكن بها حشائش من قبل، واجب ازرعها بمجرد وصول الميه ليها بيطلع معاها نباتات حشائش كتير، لان انتقال الحشائش بالرياح، بميه الري، بالسماد، لان هو ممكن يسمد برضو في الممارسات الخاطئه اللي هو بيستخدمها المزارع يزود بها الحشائش بدل ما تقل الحشائش، اللي هو السماد البلدي اللي هو دون ان يخزن من الزريبه للغيط. فهو ممكن يكون منقول معاه بعض بذور الحشائش. هو احيانا بياخد هذه الحشائش الشتويه بيطلعها من الغيط ويغذي عليها الحيوان. بذور الحشائش عندها القدره انها لا تهضم، لا تتاثر بالعصاره الهضمه بالنسبه للمشي، وبناء عليها تنزل مع روس الماشيه وتنتقل مره ثانيه للحقل فبتزيد. يبقى اللي بيزودها دي نقطه خطيره جدا، السماد البلدي الغير متحلل والدوره الزراعيه. فاحنا لا يعني في حاجه احنا بنقول من ابسط الطرق لمقاومه الحشائش اللي هي المنع من الاول. لو انا منعت عن طريق ان انا بستخدم تقاوي نظيفه، بستخدم سماد ما فيهوش ولا بذره حيه، عن طريق ان انا خزنته اربع شهور، هترتفع درجه الحراره داخل كومه السماد بتقتل جنين البذره. تمام. يبقى ما عنديش بذور حشائش انتقلت. تمام. لمثل هذه الارض. النقطه الثالثه والمهمه جدا، الدوره الزراعيه. يبقى الحشائش اللي مش موجوده دلوقتي لا الزراعية. يعني هو الفلاح بيحطها لنفسه. يعني انا ازرع قمح، حاجه ازرع ثاني سنه قمح؟ غلط. يعني انا السنه دي قمح، السنه الجايه برسيم. يبقى لو طلع معايا النفل اثناء البرسيم هيتحش. يبقى ما وصلش ان هو يكون بذره بالظبط وتستمر مع النبات مره ثانيه. بالظبط. تمام. بالنسبه للذره اللي هي لا الذره احنا هنتكلم بالتفصيل عن الحشائش المصاحبه للمحصول، اللي عمرها 25 يوم وعنده شبيط، والمفروض كان بيدي مبيد ستومب اكسترا بعد وضع التقاوي وقبل عمليه الزراعه. هيطلع لي نباتات ذره ما معهاش حشائش نهائيا. فري يعني. طيب معانا جمال من اسوان. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله في الاراضي الصحراويه الجديده انتشر لا الصوت مش واضح على فكره. بقول لك الاراضي الجديده. ايوه مالها؟ انتشرت فيها الحشائش من غير يعني بتاكل المحصول منين؟ يعني موجود فيها حشائش بدون ما يكون فيها محاصيل؟
لا فيها محاصيل وكل حاجة. ايوه اي المحصول ايه؟ المحصول بيكون مثلا القمح الذرة. القمح يعني احنا القمح خلص دلوقتي بقى حاج جمال، يعني خلينا نتكلم في المحاصيل الصيفية. الذرة هنتكلم عن حشائش المصاحبة المحصول الذرة بالتفصيل ان شاء الله. تابعني لنهاية الحلقة. حاضر بشكرك يا حاج جمال. هو في سؤال يا دكتور فوزي الحقيقة خطر على بالي دلوقتي، هل وجود الحشائش في أراضي صحراوية أيا كانت يعني دليل على صلاحية هذه الأرض للزراعة؟ نعم. يعني الحشائش نبات، وطالما هذا النبات نمى في أرض صحراوية يبقى مقاومات الزراعة موجودة. يبقى نجح الحشيشة. بشوف أنا الأرض الصحراوية الحشائش النامية اللي موجودة فيها، هل هي حشائش متحورة عشان تنمو ولا حشائش كومن عادية؟ يبقى إذن لو كانت الحشائش صحراوية متحورة عشان تتأقلم مع هذه الظروف الصعبة، يبقى لما أجي أدخل بزراعات محاصيل هدخل بمحاصيل تتحمل هذه الظروف أو أعدل من الظروف بتاعتي. يعني مثلا هي مشكلتها كانت هي المية، يبقى أنا بدخل بمية ري بزرع معاها محاصيل عادية. لكن لو مشكلة المية قائمة أزرع محاصيل تتحمل الجفاف أو تتحمل العطش أو استهلاكها المائي قليل. لكن بصفة عامة وجود الحشائش في الأراضي الجديدة أو في مناطق صحراوية معناها أن الأرض دي صالحة كاشف، لأن هذه ممكن الأرض تتزرع. ممكن تطلع فيها نبات، ما هو نبات. يعني الحشائش نباتات عشبية، يعني ممكن نعتبرها مؤشر. يعني أنا راجل رايح أزرع في منطقة معينة في أرض جديدة، أبص الأول فيها حشائش ولا ما فيهاش؟ لو فيها حشائش أبدأ أفكر وأبدأ أشتغل وأبدأ أحلل تربة وأبدأ أبحث وأبدأ أشوف إيه المحصول المناسب للزراعة في هذه المنطقة اللي يتحمل الظروف البيئية المعاكسة، يعني حاجات كتيرة. لكن لو ما فيش حشائش خالص أعيد النظر. المفروض يعاد النظر أن هذه الظروف اللي هي ما ادتش فرصة، لأن بذور الحشائش منتقلة ووصلت لهذه الأرض اللي هي الجديدة، اللي هو بالزبط. حتى لو كانت أرض صخرية لأنها بتنتقل من خلال الرياح. بالزبط. فلو جت هذه البذور ومع أي كمية أمطار سقطت هتنبت في هذه الأرض لو هذه الأرض صالحة للزراعة. لكن لو كانت الأرض صخر يبقى لا يمكن ابدا ان تنبت هذه البذور. هي موجوده البذره بس مش هتنبت. واحنا بنشوف الكلام ده على جانبي الطرق الصحراويه في المناطق الصحراويه. يعني عقب سقوط امطار ببص الاقي نباتات صغيره خضراء، بعدها باسبوعين ببص الاقي النباتات الخضراء دي بقى فيها ازهار صفراء، لان دوره حياه النباتات البريه في المناطق الصحراويه قصير. بعد كده بتصل بعد اسبوعين تاني لمرحله النضج. يبقى اذا في شهر نمت خضري وسمري وزهري وسقطت بذرتها. يبقى اذا ده انديكيتور مهم او مؤشر مهم للحكم على هذه الارض صالحه للزراعه او غير صالحه للزراعه. بالظبط. طيب بالزبط. معنا صلاح من كفر الشيخ. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا دكتور حامد. اهلا بيك. كل سنه طيب وحضرتك طيب. احنا عندنا حامول في الاناناس. حشيشه ايه؟ الحمول اللي بيجي في البرسيم ضغط الاناناس بيخلنا على البركه. ماله؟ بيخلنا في الزرع، بيفرع ويقف في الزرع اكل. تمام. عايزينه دواء يقاومه يعني. طيب يعني احنا يعني عشان مش عاوزين نعمل دعايه لبعض المبيدات، لكن احنا هنتكلم بصفه عامه كيفيه مكافحه بعض الحشائش. بشكرك يا حاج صلاح. معانا عبد الحميد من اسوان. الو، يا دكتور حامد اهلا بيك. يسعد مساك. اهلا يا حاج عبد الحميد، تحياتي لحضرتك واهلينا في اسوان. امر يا دكتور حامد، حشيشة الصمة او احنا نقول عليها شعير دير الفار عندنا في اسوان هنا. ست فدم جابوا ثلاث شكاير غلة. حشيشة الصمة. احنا نقول عليها دير الفار. ديل الفار معروف على فكرة. ده ست فدم جابوا ثلاث شكاير غلة عندي. تعبانه تعب شديد، ومستعمل المبيدات مش جايبه نتيجه فيها خالص. طيب حاضر. بشكرك يا حاج عبد الحميد. هو يبدو بقى ان في اتصالات كتيره. نفس الكلام. اللي هو بتاع الصمه ده.
اللي هو يعني لما يصل مع ست فردين يجيبوا ثلاث شكاير غله يبقى هو كان زرع صمة مش زرع قمح. يعني الارض كلها موبوءه بالظبط، يبقى هي ارض موبوءه وزرع قمح. وبعدين يبقى انا انصحه بقى ما يزرعش فيها قمح. هيزرع قمح بس المفروض انا عندي في حاجه اسمها مكافحه متكامله. لو انا سبق ان انا عندي زميره او عندي قمح وكلام من ده يبقى انا بزرع القمح بالطريقه الحراتي. انا بمجرد ما رويت الارض الصمة هتطلع. كل نباتات الصمة اللي موجودة طلعت بروح بدر التقوي بتاعتي وبحرت الأرض وبزحفها خلاص الصمة كده انتهت. بعد شهر لغاية مروي الرية التانية. يعني طريقة الزراعة مهمة حراتي مهمة في مكافحة بعض الحشائش بالظبط. يبقى الدورة الزراعية طريقة الزراعة اللي هي الزراعة الحراتي في الأرض الموبوءة بالحشائش طريقة فعالة جدا. فهو عم عبد الحميد ده المفروض بيستخدم طريقه الزراعه الحراتي. كون ان الارض احيانا احنا بشوف فلاحين برضه بيبقى تكرار زراعه القمح في ارض موبوءه بالزمير احيانا الاخر بيبيع القمح ده للاغنام راعي لان هو برضه خلاص ما مش مسبقا عارف انه مش هياخد قمح مش هياخد محصول بالظبط. دي من اتباع ان هو قمح ورا قمح لمده 3-4 سنين. فهو برضه ممكن يكون الصمه دي تكرار، يعني عنده صمة وبيكرر زراعة القمح مرة تانية. يا عم لا، اقطع الدورة ببرسيم وهتطلع الصمة حش. يعني الاستنزاف للصمة أقل المخزون عن طريق ان انا ازرع برسيم بيتحش هتتحش مع حشيشة الصمة او استخدم طريقة الزراعة الحراتي. فيعني في حاجات بيغفل عنها المزارع. طيب بالنسبة لحشيشة الحمول على البرسيم، احنا يعني عندنا الحشائش المتطفلة اللي هو الحمول على سيقان البرسيم، الهلوك على جذور الفول. ودي يعني حشائش لا يوجد فيها كلوروفيل، لابد ان تعتمد اعتماد كامل على النبات العائل. فبالتالي الحمول يعني ان انا بستخدم تقاوي نظيفة بالنسبة للبرسيم، درجة النقاوة بتاع التقاوي بيتعمل لها عملية غربلة بنسميها التعقيب. هو هنا تمن التقاوي اللي هو اتعمل لها التعقيب ان هو تاخد بذور برسيم من مصدر موثوق به او حتى لو مزارع وعمل الكلام ده، لان هو ممكن يبقى عنده يعني 100 كيلو يعمل لها عملية الغربلة للتعقيب تبقى 50 كيلو تقاوي نظيفة. فسعرها يبقى اغلى من التقاوي الخليط. بس احيانا المزارع غير مدرك بياخد الارخص اللي هو فيه طبعًا الحمول وفيه طبعًا السريس وفيه البعضيض والكلام ده، ما يعرفش ان الخسائر هتكون اكبر، خسائره اكتر. طيب. عمليه الحمول لو هو حس ان عنده بقره حمول او حمول حتى في الارض كلها سهل جدا علاجه. الراوند اب اللي انا بستخدمه على الجسور والمصارف ب 2.5 لتر للفدان هستخدمه في البرسيم 75 سنتي للفدان. نسبه قليله جدا باحتراس هيموت لسه باحتراس، لان تالي لو زادت هتقضي على البرسيم. ما احنا لو زادت بتاكل الحلفه اللي على مكافحه الحشائش يا جماعه مهم. ليها طابع خاص غير اي افه تانية بالظبط، يعني غير مكافحه الامراض والحشرات تمام. اي زياده في التركيز قضيت لك على المحصول الرئيسي. كمان ده التوقيت مهم امتى تدخل بالمكافحه بالمبيدات. لكن خلينا ناخد بعد اذنك دكتور فوزي. احمد من بني سويف، الو. اهلا بيك. انا عاوز اسال الدكتور بالنسبه للمبيد اللي هو الاسطمبه، ينفع اضيفه للقصب وانا بغرس القصب ولا ما ينفعش؟ الارض فيها حشيش كتير. ينفع اضيف الاسطمبه دي مع التغرس بتاع القصب؟ تضيف على ايه؟ تضيف المبيد على ايه؟ اضيفه قلبه في الميه اسيبه في السماده وانا بغرز القصب. وانت بت ايه؟ وانا بغرز القصب وانا بزرع لسه القصب. انا مش فاهم، يعني انت هتضيفه على ايه؟ مش فاهم. اضيفه يا دكتور حامد اعمله في السماد واسيبه مع الميه. طيب ماشي خلاص عرفنا. طيب هتسمع الرد. بشكرك. معانا اسماعيل من الجيزه، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. دكتور حامد، عندنا الذره فيها حشيش وفيها سعد. هنسمع هنتكلم عن حشائش الذره دلوقتي بالتفصيل. هنتكلم عن السعد. عن السعد؟ ماشي يا دكتور. حاضر حاضر. بشكرك.
طيب يعني الأسئلة كلها ليها علاقة بكيفية مكافحة الحشائش، لأن دي نقطة مهمة، لأن الوقت للأسف بيعدي بسرعة دكتور فوزي مع سيادتك، فعاوزين نتكلم بسرعة عن الحشائش المصاحبة لمحصول الذرة. تمام، يعني احنا يعني ولو في وقت نتكلم برضه، يا ريت لو فيه يعني حلقة تانية نتكلم عن المبيدات والحرص للمبيدات، لأن فعلا في مشاكل. يعني أنا شخصيا كان عندي مزارع زرع معايا، وكنت برش جرين ستار اللي هو 8 جرام للفدان في القمح، فهو في رأس الحقل اللي هو بيعمل يعبي الرشاشة وينزل يرش، فهو خلاص الرشاشة عملت هوا كده، فهيطلع يملى الرشاشة مرة تانية، فبيمشي جنب الدائر وهو ماشي بقى مستخسر اللي في الرشاشة، بعمال يعمل اللي فزود في التركيز، فزود التركيز، فضيع الدنيا، حرق الجنب اللي هو طبعاً اللي بيمشي، لأنه عمل مثلا 10 رشاشات وبتلقائية خالص، هو صاحب الغيط، هو المزارع اللي زرع معايا. يعني نعمل حلقة موضوع حساس جدا، موضوع الاحتراس ازاي. لو انا عندي اغلب المبيدات اللي انا بستخدمها اللي انا بقول عليها سيلكتيف او متخيره، ممكن ان تتحول الى غير متخيره، يعني طبعاً تقضي على الاخضر واليابس في حاله ايه، تغيير التركيز. يعني هل يمكن ان يصبح المبيد المتخير غير متخير؟ نعم طبعا، لو انا غيرت عمليه ايه التركيز، او رشيته في توقيت غير مناسب بالظبط، يعني من عمر المحصول الرئيسي. حته اللي هو كفاءه المبيد الحشائش اللي هو يقضي لي على الحشائش بكفاءه عاليه، لما برشه على الحشيشه وهي ما زالت لسه في النمو المريستيمي، يعني عمره صغير، كفاءتها في استقبال المبيد عاليه جدا، التاثير هيبقى شديد. احيانا كان الناس بترش القمح مثلا بعد رايه المحياه للحشائش العريضه، وعنده مثلا حشائش زي السلق تخشب خلاص، ما عادش فيه الانسجه اللي هي تمتص، فيقول لك المبيد ما عملش حاجه. وجاره فلاح تاني رش المبيد في العمر المظبوط قبل رايه المحياه، في العمر المريستيمي للحشيشه، كان الكفاءه 100%. فيعني انا باذن الله نعد حلقه للمبيدات والمحاذير اللي هو يستخدم المحلول الرش، ازاي يستخدم محلول الرش بكميه قد ايه، يعني حاجات كتير جدا، العمر، التركيز، الاحتياطات الواجب مراعاتها، كل ده ان شاء الله نتكلم عنه في حلقه تانية. يعني الخلطه يا دكتور فوزي، ممكن خد بالك، لانه برضو للاسف يعني اهالينا المزارعين احيانا يعني بدل ما يعني يجيب حد يرش له على افه معينه او مرض معين او حشيشه معينه، ممكن يخلط مجموعه من المبيدات، يقول لك انا بكافح كذا ومع الحشائش او كذا. هل موضوع خلط المبيدات ده مستحب؟ يبقى معروف ايه المبيد اللي هيتخلط مع ايه عشان ما يحدث التفاعل بينه. بس ده ما هو احنا، انا دايما معلش انا بصفه شخصيه بقول ممنوع الخلط نهائي. ايوه، علشان ما يعني ما ضيعش الدنيا، لان ده محتاج وعي شديد، وعي ودراسه، ولانه مش كل المبيدات يجب خلطها، لكن احنا نريح نفسنا ما تخلطش. يمكن انا من خلال كل التجارب اللي عشان انا فلاح، فمن خلال تجارب شخصيه، الساترين اللي هو بيستخدم في الارز كان كفاءته بالخلط بالرمل اعلى من الرش، كان معايا مشروع في هذا الموضوع. فالمهم ان اغلب المزارعين احنا في يوم دلوقتي ما بتزرعش ارز، ممنوع من سنه 2000 طبعا. فاثناء ما كنا بنزرع الارز، عمليه الخلط المبيد مثلا 2 لتر للفدان بخلطه على كميه من الرمل، ولازم يكون الخلط متجانس. الرمل يمكن وسيله للانتشار بالظبط، والتوزيع دي سهله، والتجانس، لكن انا بتكلم على خلط مبيد بمبيد. هو هنا عمليه الخلط ده ورش الكميه اللي انا واخدها مثلا لرش في فدان كفائتها 100%. انا بعمل ازاي؟ بجيب الاثنين لتر وبحطهم في محلول صفيحه ميه، وببدا اوزع على كميه الرمل اللي انا اوزعها للفدان، وبخلط واقلب بحيث يبقى كل حبيبه رمل عليها جزء من المبيد. نفس الكميه بالظبط. انا شفت بقى واحد جاري في الارض راح جايب العبوات وراح كاببها على الرمل،
الكميه اللي هي خدت المبيد كله حرقت المحصول الرئيسي، حرقت الارز اصبح زي طبعًا زي الترابيزه، وضع طبيعي. والجزء الثاني اللي هو رمل ما فيهوش مبيد الدنيبه بقت مع الرز. طبعًا. يعني شوف الاخطاء طبعًا. اخطاء قاتله ما قريتهاش في كتاب. لا ده الموضوع ده شفتها في الواقع. الموضوع ده محتاج حلقه ان شاء الله بإذن. طيب نتكلم سريعا على الحشائش المصاحبه لمحصول الذره. نعم. الحشائش المصاحبه لمحصول الذره الشاميه هي حشائش صيفية، منها الصيفية الحولية تمام، سواء كانت العريضة الأوراق أو الضيقة الأوراق. فمن الضيقة الأوراق اللي هو أبو ركبة أو بيسموها الحمرة. العريضة الأوراق ممكن الرجلة، ممكن الشبيط. الأحشائش المعمرة ممكن الساعد وممكن النجيل. الحقيقة الذرة يعني كل دي ممكن الاقيها في محصول في محصول الذره. كل ده ممكن يبقى موجود مع محصول الذره. الاحتياطات اللي انا المفروض اتبعها، لان اغلب المزارعين دلوقتي كل اللي بيقول زرع بقاله شهر او 25 يوم او ما الى ذلك، بيحط خطته لزراعه الذره ان هي تبقى خاليه من الحشائش. ان انا بعمل عمليه الخدمه الجيده لو انا كان عندي، انا ما بيشغلنيش المحصول الشتوي السابق، لان المحاصيل الشتويه بمجرد ما بدا الصيف خلاص ما تمشيش. اللي هي نباتات الحشائش الشتويه تمام، نباتات الحشائش الشتويه نباتات هتنمو جيدا في ظل انخفاض درجه الحراره. تتاثر بارتفاع درجه الحراره مش هتنمو، خلاص وقف نموها او وصلت لمرحله النضج. الحشائش الصيفية اللي هي تبدأ من نهاية الربيع وأوائل الصيف في الإنبات على أساس أن الحرارة ارتفعت هتبقى مهيئة للإنبات، فهتنبت معي المحصول اللي أنا زرعته اللي هو محصول الذرة الشامية. فبالتالي عملية الخدمة اللي أنا بعملها ما مش شاغلني الحشائش الشتوية اللي كانت موجودة مع المحصول السابق، أنا شاغلني لأن هي أوريدي مش هتكون موجودة، مش هتكون موجودة. أنا اللي شاغلني أن أنا بعد مهد جيد لنبات الذره، لان انا المحصول اللي انا بزرعه لو انا خليت التنافس لصالحه هيبقى كفاءته في مكافحه الحشائش كويسه بحيث ان هو الانبات السريع في المهد المفكك، المهد المستوي. ريه الزراعه ايضا لما اكون زرعت الذره بغطي الخط بالميه بس بصرف الميه في نفس التوقيت. العملية دي ان انا بدي الرطوبة المناسبة عشان تنبت الحبة في ميعاد مناسب. لو اديت رطوبة مليت الارض مية وسبتها النبات هيتأخر في عملية الانبات. طيب لو انا ما غطيتش الخط بالمية ما خدش الرطوبة الكافية ممكن ما ينبتش حتى خالص. بالظبط. فبالتالي في معاملات يجب ان انا اتبعها لاني اعمل التنافس لصالح نبات الذرة. انا يمكن سجلت رساله ماجستير لطالب معايا. طيب قبل الرساله بعد اذنك معانا عنتر من بني سويف. لا وطي التلفزيون يا حاج عنتر بعد اذنك عشان نتواصل سريعا، ما فيش وقت. وطي التلفزيون، اسمعني من التليفون. وطي التلفزيون يا حاج عنتر. الو الو، وطي التلفزيون اتفضل. الو ايوه معاك على الهوا دكتور حامد. اتفضل. ازي احوالك؟ والله الحمد لله بخير. احنا بنقول على حشائش الذره حضرتك. انا لو ابدا من الاول بالخدمه اللي هو الريه الكذابه اللي هي بتطلع لي الحشيشه وبعدين بقدر اعزقها. ما الدكتور فوزي قال نفس الكلام. تمام او ارمي لها اي مبيد يأثر على الحشيشة وهي في عمر لسه في طور الإنبات. دي بتوفر لي قدام الزراعات بتبدأ حتى الذرة لو طلعت الحشيشة طالعة خفيفة أقدر أتحكم فيها. تمام. طبعا حضرتك دلوقتي لما يكون فيه توعية إرشادية في التلفزيون بحضرتك كده موسم مثلا زراعة الذرة ابدأ اعمل اوعي الفلاح اقول واحد اثنين ثلاثة. طب ما هو احنا ده اللي احنا بنعمله دلوقتي يا حاج عنتر، ما احنا بنعمله اهو. ما هو ده الصح اللي احنا بنبص. تمام الحمد لله. هو بص بنبص عشان ايه؟ بنستفيد من الدكتور
بان في انواع من الحشائش، انواع متطفله وانواع كذا وانواع كذا وانواع كذا، فاحنا بنتجنبها حضرتك. هو عموما احنا اعتقد احنا في التوقيت المناسب، لان زراعه الذره بدات وما زالت مستمره، فاعتقد برضو اللي ما زرعش هيستفيد من الحلقه دي، واللي زرع برضو بيستفيد. بشكرك يا حاج عنتر، بشكرك يا حاج. كان في حاجه بتقول لي اللي هو ماجستير. رساله ماجستير في الذره الشاميه، ان انا عملت القدره الذاتيه لهجن الذره الشاميه في مكافحه الحشائش، ان انا يعني يبقى عندي نباتات ذره لها شكل مورفولوجي بيغطي بسرعه الارض، وانا يعني خدت في الجيناتيك او الوراثه تركيبه سريعه في انها تغطي الارض عشان ما تديش فرصه للحشائش. طب الجزء الثاني اللي هو الجزء البيئي بقى، التحكم في المسافات بحيث برضو ان انا بغطي الارض بسرعه عشان ما اديش فرصه لنمو حشائش مع نبات الذره الشاميه. الرساله دي منحت للطالب بقى لها كم سنه بقى، وجايبه نتيجه، جابت نتائج هايله. يعني الحمد لله زي ما انا قلت عندنا رسائل علميه سواء كانت ماجستير او دكتوراه، وعندنا ابحاث مهمه جدا الحقيقه فيها حل لجميع مشاكل الزراعه، لكن المهم الالتفات الى هذه الرسائل، الالتفات الى هذه الابحاث، الالتفات للعلم. يا جماعة مش هنتقدم نهائي إلا بالبحث العلمي وبالعلم، كل الدول كده يعني، لازم نكون عارفين الكلام ده كويس. وهو طبعا الدكتور فوزي الحقيقة يعني ادانا أكتر من مثال في هذا الموضوع. طيب معنا آخر اتصال، لأن الاتصالات كتيرة. عبد الله من الفيوم، ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يا حاج عبد الله. أنا عندي مشكلة بالنسبة للحشائش. ماشي يا حاج، ماشي يا دكتور، ماشي يا دكتور. اتفضل. طيب أنا عندي مشكلة بالنسبة للحشائش في الغيط، عندي حشائش المؤاخذة حمراء، نوع اسمه حمراء ونوع طلعت حمراء أفرنجي، إحنا بنسميها كده أفرنجي، حمراء كشنة اللي هي صعبه شويه. ماشي. ماشي. الارض مزروعه ايه؟ الارض مزروعه ايه يا حاج عبد الله؟ ذره اللي هي الشندويه ديت. انت زارع بالك قد ايه؟ زارع ليا 15 يوم. 15 يوم. ورشيت على ال 11 يوم. تمام. ما قضتش معايا. ما قضتش معايا دكتور. حاضر، هشوف وجهه نظر. حاضر، هشوف وجهه نظر دكتور فوزي في النقطه دي. لكن بالنسبه للمبيدات يا جماعه، خلينا قولا واحدا، لجنه مبيدات الافات الزراعيه الحقيقه عامله كتاب خاص بالتوصيات الفنيه لمكافحه الافات، سواء كانت حشرات، امراض، حشائش. ده موجود على موقع اللجنه، ممكن حضرتك تدخل موقع اللجنه وادخل على كتاب التوصيات وشوف ايه المشكله اللي عندك في المحصول، هتلاقي مكافحه الحشائش اللي موجوده في المحصول اللي انت عاوزه، فدي سهل. علشان خدوا بالكم، ما روحش محل المبيدات يديني اي مبيدة يا دكتور فوزي، او يديني خلطه هو عاملها كده من مزاجه، ها، ويقول لي رش وهتجيب نتيجه. الكلام ده في منتهى الخطوره. التوصيات الفنيه المعتمده من لجنه مبيدات الافات الزراعيه في وزاره الزراعه هي المعمول بها، هي اللي المفروض ان احنا نتبعها. حضرتك تدخل على موقع اللجنه هتلاقي كتاب التوصيات، ادخل على المحصول اللي انت عاوزه هتلاقي مكافحة الحشائش في هذا المحصول، المبيد والتركيز وطريقة الرش، كل اللي انت عاوزه هتلاقيه موجود. واعتقد الموضوع سهل، كلنا دلوقتي معانا الموبايلات وبندخل على النت. لو حضرتك يعني في صعوبة ممكن ابنك بنتك يدخل، لان مهم جدا يا جماعة نتبع التوصيات الفنية في مكافحة جميع الافات. الكلام ده مهم. هل حضرتك عاوز تعلق على عبد الله من الفيوم؟ عبد الله من الفيوم اخيرا، لان الوقت انتهى. هو الاخ عبد الله زارع شندويل، يعني زارع ذره رفيعة بلديه. وبعدين هو بيقول لك زارع بقاله 15 يوم وادى مبيد اللي هو يعني بوست امرجنس اللي هو بعد الانبات بقاله 11 يوم، يعني المبيد لسه بقاله 4 ايام. وعايز يعني فعل السحر يرش المبيد الحشيشه تموت. لا، الحشيشه بتاخد وقت، لان تاثير ال 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 المبيد زي سيادتك ما انت عارف ان هو ممكن يكون بيأثر على عمليه التنفس، بيأثر على عمليه بالزبط. التمثيل الضوئي. الحشيشه ما زال لسه فيها مخزون يخليها تمشي يوم واثنين وثلاثه، فبتبدا تصفر الاول، ويعني احيانا بتاخد لها حوالي 10 ايام لغايه ما يبدا يشوف
يعني تأثير قوي للمبيد. تمام تمام. وعلى فكرة برضو بمناسبة الذرة، أنا بقول أهالينا المزارعين اللي هم زارعين الذرة الشامية في جميع المحافظات، هتنزل حملات استكشافية، لجان استكشافية تمر على محصول الذرة في جميع المحافظات علشان دودة الحج الخريفية، اللي هي طبعا بتسبب خسائر كبيرة جدا، علشان برضو حضراتكم تكونوا مطمئنين. الحملات دي هتنزل اعتبارا من يوم 15/6 15 الشهر الجاري، هتنزل تمر على الحقول وتستكشف الإصابة وتقول لحضرتك تعمل ايه وتكافح ازاي، لان طبعا في لجان مشكلة خصيصا لهذا الأمر. للأسف دكتور فوزي الوقت انتهى سريعا مع حضرتك، وطبعا معلومات قيمة، لكن احنا محتاجين الحقيقة حلقات تانية، لأنه زي ما حضرتك ذكرت يعني في محاذير أو في احتياطات مهمة جدا، جداً في استخدام مبيدات الخاصة بمكافحة الحشائش. إن شاء الله أي خطأ فيها بيسبب مشكلة. تمام تحت إن شاء الله. فنعمل حلقات تانية إن شاء الله. أنا سعيد إن أنا أكون معك يعني. لا فندم ده شرف لي. شرف ليك. شرف لي. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور فوزي سيد عبد السميع، أستاذ الحشائش بجامعة الفيوم. بشكرك جدا دكتور فوزي على هذا. العفو يا دكتور حامد. الشكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من اراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. الى ان القاكم غدا بمشيئه الله، لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.